هو بالنسبة للروماتويد هو مرض مناعي بيحصل فيه خلل في جهاز المناعة، فبيبدأ جهاز المناعة يهاجم أجهزة الجسم، ممكن يهاجم أجهزة مختلفة، بس أكتر حاجة بيجيلنا بيها المريض وبيشتكي منها المريض هو المفاصل. يبدأ يهاجم المفصل ويعمل التهاب في المفصل والأغشية المبطنة للمفصل، ويجي المريض بقى في صورة يشتكي من المفصل في صورة إن هو فيه تيبس عنده، بالذات في الفترة بتاعة الصبح بتقعد معاه فترة طويلة تعدي ساعة أو أكتر، وممكن يكون معاه طبعا تورم وسخونة واحمرار في المفصل، وتحديد في المجال الحركي يقول لك أنا مش قادر أتحرك. فدي بتبقى ده أكتر عرض بيجي لنا بيه المريض، لكن هو ممكن يأثر على أجهزة تانية، يأثر على الجهاز التنفسي، يأثر على القلب، يأثر على المخ. عشان كده المريض لازم يتشخص بدري ويتعمل له خطة علاج مناسبة ويبدأ فيها مبكرا عشان ما يبقاش فيه مشاكل من المرض بعد كده. ممتاز. طيب لو وقفنا على أسبابه، هل كل السيدات اللي بتشوفنا معرضة للإصابة بمرض روماتويد، ولا في بعض الأحيان أو بعض السيدات نقول لهم أنت بالذات خدي بالك وركزي معانا في الحلقة؟ سؤال مهم جدا. تمام. العامل الجيني اللي هو العامل الوراثي ده مهم جدا. احنا لما يجي لنا المريض دايما بنساله هل في حد في العيله عندك، الاب او الجد او العم او اقارب بالذات من الدرجه الاولى عندهم مرض روماتويد او اي مرض مناعي تاني، يعني ممكن يكون عند الاقارب عندهم مثلا روماتيزم صدفي ويورثوا المرض المناعي اللي هو الروماتويد. فالتاريخ المرضي للمريض وان هو نسال على العامل الوراثي ده مهم جدا، دي ممتاز. اول حاجه. ففي حاجات تانية طبعا بتساعد على ظهور الروماتويد، عوامل بيئية منها التدخين. التدخين ده بالذات في الناس اللي هم عندهم عامل الروماتويد إيجابي بيأثر معانا جدا وبيزود بيعجل بيه ما بيعجل بيه بيعجل بيه وبيخلي المرض يظهر ويبقى شديد. العدد مرات نشاط المرض في السنة شرس بتبقى يعني. كتير مش بتبقى قليلة. وفي حاجات تانية زي العدوى الفيروسية، يعني ممكن يقول لك أنا جات لي عدوى فيروسية مثلا بفيروسات معينة اللي بتعمل خلل في الجهاز المناعي، وبعد ما خفيت يجي بقى بالأعراض بتاعة الروماتويد والالتهاب والتورم والاحمرار بتاع المفاصل. بيظهر في الستات أكتر من الرجالة، هو رجالة. فعلا نسبته في الستات أكتر من الرجالة، وعامة الأمراض المناعية عامة يعني كنسبة بتبقى في السيدات أكتر من الرجالة. ليه بقى؟ عشان السيدات بيبقى عندهم خلل في مش خلل بتغيير هرموني دايما مع الحمل مع الولاده مع الرضاعه مع انقطاع الطمس، بيبقى التغيير الهرموني دوت ده بيعرض ان بيحصل اختلال شويه في جهاز المناعه، فتبقى نسبه الامراض المناعيه عندهم اعلى من الرجال. هو مبدئيا لو حست باي الام في المفاصل وبالذات في الفتره بتاعت الصبح ديت لازم تروح لدكتور روماتيزم. هي دي الاعراض الاوليه يا دكتوره؟ يعني يكون في تيبس، في تقوم من النوم الصبح مش قادره تتحرك من السرير، تقعد فتره مفاصل متيبسه، بتبقى دي من الاعراض الاوليه دي. هي في الاول بتطنش تقول لك ما انا بتحرك الدنيا بتتحسن. لا، ما تتحسن، حتى لو الدنيا بتتحسن بالحركه ما ده طبيعي مع الروماتويد، لازم تستشير طبيب، لان هو طبعا يعني لما هو يتم تشخيص المرض بدري بتفرق كتير عن تشخيص المرض في المراحل المتاخره عشان نتجنب الحاجات اللي ممكن تحصل من تشوهات واعوجاج في المفاصل.